الاستاذ الدكتور مصطفى حسين حبيبي. البرنامج الوقت ليك وقت مفتوح تقول فيه اللي انت عايزه، بس ما تهاجمنيش، لا تهاجمني. الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، واشرب ان وردنا الماء صفرا واشرب غيرنا كبرا وفينا. انا درعمي ما حييت وان امت، فوصيتي لمن بعدي ان يتدرعم، عشان التدرع ده مرض جدا. إذا بلغ الفطام لنا رضيع فخير لنا. ربنا يشفيك انت صح يعني؟ ربنا يشفيك معاك. والله بقسوهم بينهم شديد. بقسوهم أولاً أولاً اسمعني بس، أولاً إحنا تعلمنا تباً لبأس تعلمنا أن نعتذر لكبارنا. فأنا بعتذر للأستاذ الأستاذ صالح إن كنت قد انفعلت، لأن كنت قد انفعلت لأنه أستاذ. اولا دي يعني دي مقدمه لابد منها، وهو يعلم حبي له وتقديره. بس مش معنى كده انك تقول ساعه تتكلم برضه. لا لا انا لسه ساعه. احنا بشر. دكتور سهام الدكتور عبد الكبير اختصر نحن مش عايزين نتدخل يا جابر. انا بقالي 20 سنه بعمل كده. هو بيهدي النفوس بس طبعا. حتى لا نسمع في شاعر على المنصه، نسمع في نص حتى لا نزيد من ضياع الوقت، وبلا مواربه. الشيخ الصالح يعلم جيدا ان هذه او ان هذا الانفعال هو وليد الحرص على الاداء الثقافي بوجه عام، وهو ليس حبا في الكلام ولا استكثارا منه ولا شيء من هذا. هو صحيح يعني المفروض ان انا كنت يعني اعدي الموضوع كده، لكن الانسان لا يستطيع ان يتحكم في انفعالاته. انا بس في موقف كان حصل من كام يومين كده فاثر على اعصابي شويه، فبعتذر. ودينا شعر. شعر ايه؟ كورونا يا ازمه. اولا انا اقدم الحب والاحترام والتقدير للمنصه الكبيره، هذا الحضور الكبير الناذر في اوساط كورونا، وهذا ينم عن تقدير كبير للحدث وللكتاب الذي تم الاحتفاء به اليوم. إن كان من كلمة أو من قسم الكلمة إلى قسمين سريعين جدا، أنا كان لي يعني مشاركة في هذا الكتاب من أول ما كان مجرد فكرة في ذهن أختي الفاضلة الأديبة الشاعرة الجميلة مصر بكل ما تعنيه كلمة مصر. أنا دائما أصفها بأنها مصر الدكتورة سهام الزهير، وهي تقدم قوسا مقابلا لقوس اخر، هو قوس الزوج الانسان المصري المحترم الراقي المتواضع سياده اللواء علاء فكري، الذي يلخص البساطه المصريه حين تقدم انسانا محبا لوطنه قولا وفعلا وحياه. والمنصه الكريمه الصغيره الكبيره التي تضم الأستاذ عاطف الجندي الشاعر الكبير الذي يتشرف بأنه ابن محافظة العيدحينة، والبروفيسور علي مهران العلامة المصرية الكبرى، وفصيح الجميل اللطيف الرمز يعني الرمز المصري الذي تربينا جميعا على فكاهته وجماله الذي ما زال بكل خيره في نفسيته. فأنا سعيد جدا ثم صحبة أخي سيادة المستشار ديار الزعيري الذي يعني دائما أتشرف بصحبته. الجميع طبعا لهم تقدير. أنا طبعا يعني سامحوني والله بحاول إن أنا أجمع أعصابي شوية، وبكرر اعتذاري للجميع لأن طبعا انفعال انا نفسي مش فاهم يعني ليه فرق الشكل. كتاب كورونا يا ازمه في ظل معرفش هو في قله نسبيه فيما كتب بشكل ابداعي حول الكورونا،
يعني انا ما شفتش كتب كامله كتبت ولجنه فكره كورونا من زاويه تجميع كتابات مختلفه باسماء لها ثقلها ووزنها وكتابات متنوعه شعرا بالفصحى وشعرا بالامزجه العاميه وكتابات نثريه واسماء كبيره جدا. ففكره الجمع وان تجمع دكتوره سيهان في هذا الكتاب بين كتاباتها هي وبين كتابات لعدد من الكتاب متنوعي التوجه الفكري والثقافي وكان يجمعهم جميعا توظيف ازمه كورونا لترسيخ قيم حب مصر وحب الوطن، وهذا هو قلب ما او هذا هو القلب الذي يرجى دائما من اي عمل شعري او ابداعي يرجى له القبول. فكون الدكتوره سيهان تجمع هذه الكوكبه من الاسماء الكبرى وتوفق في اصدار هذا الكتاب، دعوني اقول انه يمكن ببساطه شديده ان نعد كتاب كورونا يا ازمه هذا علامه من علامات الادب المعاصر التي تؤرخ باصداء كورونا على الكتابات الادبيه. نختلف او نتفق في اللغه الموجوده في الكتاب او النص الذي كتبته الدكتوره سيهان او حتى النصوص الاخرى، نختلف او نتفق في الاليه او في طريقه التعبير، لكن نتفق على نقطه مهمه جدا وهي ان فكره كورونا ازمه لما تعرض بهذا الجمال وهذا الرسوخ الادبي فهي فكره طيبه تحسب للكاتبه وتحسب لكل قلم خط فيها حرفا. طبعا لن اطيل، لكن ابيات اجتزئها فقط من القصيده التي تشرفت بمشاركه بها في هذه او في هذا الكتاب، وهي قصيده مهداه لاطباء مصر وممرضيها وكل اجناد القطاع الطبي البواسل. قلت فيها: الشعر ماء والقصيد درام. الشعر ماء، انا ساقف تقديرا بمقام مصر والشعر. الشعر ماء والقصيد درام، وحي تحير دونه الافهام، لحظ من الابداع يعبر صمته صوتا فتغرق في الصدى ايام، ولرب خاطره عبير لحاضها ورد ينوء بشاطئيه العام. هذا مرام اللحن يعزف نبضه قلبا فنعم العزف حين يرام. مصر العظيمه من سالت هواءها وسالتني فاجابت الاعلام. هذا الوشاح النيل يرسم ضحكه للكون حين تكشر الاوهام. فالماء عطف الله يملا وجهه حزن الجفاف فتبسم الانسان، والشمس ظل الارض ينطق نورها يا مصر نورك للهدى صمام. كم نامت الدنيا فغاب خلاقها وخلاقك المأمون ليس ينام. يا بلسم الدنيا حماك مروءة تنهار عند حصونها الأسقام. مصر الأمام وخلفها ما دونها، فالخلف خلف والأمام أمام. كم أنجبت للعالمين تميمة للخير عنها تعقم الأرحام. هي مريم العذراء فاطمة الهدى دين المسيح الطهر والإسلام. هي كعبة الدنيا يحج لخصبها سعي ويعمر أرضها الإحرام. الأزهر العلم الشريف لواؤها والعز والغزال والفحام. هي مصطفى محمود شعرويها فخر الأئمة والإمام إمام. هي غاية الحدين مصر فسهمها في الحرب حرب في السلام سلام. ما دقت الحرب الطبول فسهمها نار ف
فإما أقصرت فحمام قد حطمت قرن المبول وأحرقت حلم الفرنج فهرول النوام وتضحكت بعض العروبة فانتشت سيناء وارتاح المدى والشاء هي طيبة الطب القديم رمامها تهتز في تحنيطها الأكمام وملامح المومياء يبسم بشرها بالموت وجها والتراب رنام هي صخرة يحكي الخلود بقاءها أيهزها الفيروس والهوام كورونو في جيش البياض ذبابة والحرب لا تجدي بها الأحلام فدم الطبيب بمصر نفحة أعصر تسقي ورود عطائها الأعوام حبر شفاء الروح خط رداءه المصري ما جفت به الأقلام فالمعدن النوري مصر نباته نيلا وطمي ضيائه الإنعام من عهد عمرو والصلاة نداؤها يعلو فتغدق بالفخار الهام ولئن خلا جو المساجد برهة فالدين في قلب العظام يقام جيش الوباء سابت الدنيا له خوفا فغابت في الموات أنام وهنا بمصر الدين أنبت عطره وردا تهاب عبيره الأسقام وجه طبيب والملامح راحة للناظرين وجنة ويمام ما تبخل الدنيا فمصر كريمة إن البلاد أراذل وكرام شكرا لكم.